خلق الله موهوب، والعاقل من أدرك هبة الله له فسخرها فيما ينفعه. تقص علينا الأيام الخوالي أنه ذات ليلة مقمرة من ليالي الصيف، وبينما كان الحمار يرتاح من شقاء يوم طويل في الحقل، أثار انتباهه صوت صرصور الليل الذي يقطع صمت الحقول. أعجب الحمار بالصوت العذب، فأخذ يتتبعه حتى وجد صرصور الليل، فقال الحمار للصرصور: إن صوتك جميل وغناؤك عذب. أجاب الصرصور متعجبا: شكرا لك، لم يسبق وأن مدح أحد غنائي. طمع الحمار في أن يكون له صوت جميل مكان نهيقه المنكر القبيح، فسأل الصرصور قائلا: ما سر جمال صوتك؟ لعلك تتناول شرابا سحريا يجعل صوتك بهذا الجمال. ازداد تعجب الصرصور من إصرار الحمار، لكنه أجاب قائلا: أنا أشرب ماء الندى. تعجب الحمار فردد: الماء فقط. فقال في نفسه: يجب أن أشرب كمية كافية من ماء الندى لكي يصبح صوتي جميلا وتعجب بي كل الحيوانات. دأب الحمار على تتبع قطرات الندى التي تتكون غالبا فجرا، فها هو يلعق ريقات الشجر وأعشاب الحقل، وحين ترتفع الشمس في الأفق يدركه التعب وتنهار قواه فينام وقت العمل في الحقل. مرت أيام وليال والحمار لا شغل له غير ارتشاف قطرات الندى، وقد أمسك عن تناول أي شيء من طعام أو شراب سواها، وعندما كان يحاول الغناء يصدر صوت النهيق المعتاد. ومع مرور الوقت هزل الحمار حتى ظنه صاحب الحقل مريضا، فهو لا يشرب الماء والشعير الذي يقدم له يظل على حاله. استدعى صاحب الحقل الطبيب كي يعالج الحمار، فلم يجد به علة، واستمر الحمار في غيه، فلا هو اكتسب صوتا جميلا ولا هو يؤدي ما عليه من عمل، حتى يأس منه صاحب الحقل فهو لا يراه إلا نائما عاطلا عن عمله. وذات صباح سمع كل من في الحقل نهيق حمار نشيط، فإذا هم بحمار فتي، أتى به صاحب الحقل ليقوم بما يقوم به كل حمار ويؤدي ما عليه لقاء طعامه وشرابه وسكناه. أهمل صاحب الحقل الحمار القديم فانزوى في ركن بعيد في الحضيرة هزيلا لا يقدم له إلا رديء الطعام والشراب، واستأثر الحمار الجديد بجيد الطعام والشراب، فهو يقوم بعمله على أكمل وجه، وقد أحسن أن استخدم ما وهبه الله من قوة وجلد في تأدية ما يراد منه. فلم تخلق الحمير للغناء والصدح بالصوت، وهذا جزاء من تكلف الأشياء عكس طباعها، فكل ميسر لما خلق له. أيضا صرصور الليل لا يغني، بل يضرب بجناحيه حتى يصدر ذاك الصوت المعروف.